برعاية روسية التوصل لاتفاق حول مصير القنيطرة السورية، فماذا تضمن هذا الاتفاق؟ هل تبقي طهران على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة؟ وما علاقة تناول العشاء مبكراً بسرطان الثدي والبروستات؟ مساء الخير مشاهدينا ومتابعينا عبر البث المباشر للتلفزيون الآن على موقعنا على اليوتيوب. نرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم استوديو الآن. نبدأ بموجز لآخر الأخبار. أعلن إذن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية إجلاء سكان بلدتي الفوعة وكفرية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا اكتملت فجر اليوم. وأبلغ مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة الصحافة الفرنسية أن البلدتين أصبحتا خاليتين من السكان تماما بعد إجلاء 6900 شخص من مدنيين ومسلحين. عززت قوات مكافحة الشغب العراقية ووحدات من قوات التدخل السريع انتشارها في محافظة البصرة جنوبي البلاد استعدادا للتظاهرات التي دعا إليها ناشطون في المحافظة. وكان متظاهرون في البصرة منحوا حكومة العبادي 10 أيام للرد على مطالبهم لإنهاء حركتهم الاحتجاجية مع ضمان بقاء المسيرات السلمية بعيدا من الإضرار بالممتلكات العامة. انطلقت عملية عسكرية واسعة في مناطق شرق محافظة ديالى لتعقب ومطاردة خلايا داعش هناك وصولا إلى حدود محافظة وسط. ووفق قائد عملية ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي فإن العملية ستشمل تفتيش وتأمين هذه المناطق، موضحا أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق. أفشلت ألوية العمالقة التي تعمل ضمن القوات اليمنية المشتركة عملية تسلل لمجموعة من ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتة على الساحل الغربي للبلاد. العملية أسفرت عن قتل 11 مسلحا من المتمردين في المواجهات، وتمكن مقاتلو لواء العمالقة من تدمير مدفعين للميليشيات خلال قصف على أحد نقاط تمركزهم قرب مدينة التحيتة في محافظة الحديدة وفق ما ذكرت مصادر ميدانية يمنية. أعلنت السلطات الإثيوبية تعيين أول سفير لها لدى إريتريا منذ 20 عاما في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين بعد عقدين من حرب حدودية ضارية. وذكرت تقارير صحفية أن رضوان حسين الذي كان سفيرا لإثيوبيا لدى إيرلندا أصبح مبعوث أديس أبابا لدى أسمرة. وتأتي خطوة تعيين إثيوبيا سفيرها في أسمرة بعد أيام من فتح رئيس الإريتري السياسي أفوراقي سفارة بلاده في إثيوبيا. جددت الحكومة الأرجنتينية أصول منظمة إجرامية بعد رصد قيامها بتمويل تنظيم حزب الله. وفي بيان أصدرته وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية فقد حددت الحكومة ما لا يقل عن 14 شخصا مرتبطين بجماعة بركات متورطين في جرائم تهريب وتزوير أموال ووثائق وابتزاز وتهريب مخدرات وتجار بالأسلحة، إضافة إلى غسيل أموال وتمويل إرهاب. اتهمت منظمة غير حكومية دولية جيش ميانمار باتخاذه استعدادات منهجية لإبادة الروهينجا دفعت بأكثر من 700,000 من أفراد هذه الأقلية إلى الهرب عام 2017. وقدمت لائحة تضم أسماء 22 مسؤولا من بينهم قائد الجيش الذي يحظى بنفوذ كبير. وقال مسؤول في المنظمة إن العسكريين قاموا بتسليح المجموعات المحلية وأقنعوا السكان بأن الروهينجا ليسوا من هنا وأنهم متطفلون وإرهابيون أو متطرفون. دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات التي تكثيف إلى تكثيف استعدادها، دعتها للانعكاسات التي ستنجم عن مغادرة بريطانيا للاتحاد خصوصا في حال فشل المفاوضات حول اتفاق ينظم هذا الانفصال المقرر في نهاية أذار مارس 2019. وأشارت المفوضية إلى أنه إذا لم تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب قبل 30 من أذار مارس 2019 فلن تكون هناك فترة انتقالية. هل أوقفت كوريا الشمالية نشاطها النووي فعلا؟ التفاصيل بعد قليل مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. توصلت قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في القنيطرة جنوب سوريا إلى اتفاق على غرار الاتفاقات السابقة في الجنوب
وأفاد المرصد السوري بالتوصل لاتفاق برعاية روسية حول مصير محافظة القنيطرة يشمل جميع مناطق المحافظة باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة تحرير الشام النصرة سابقا. المرصد قال إنه جرى توصل لتفاهم يقضي بخروج جميع الرافضين للاتفاق من مقاتلين ومدنيين آخرين إلى الشمال السوري، إضافة إلى تسليم السلاح الثقيل والمتوسط عبر مراحل ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدات وقرى في القنيطرة وتسوية الأوضاع المتخلفين تحديدا عن الخدمة الإلزامية، وأيضا عودة النازحين والمهجرين إلى بلداتهم وإلى قراهم. حول الموضوع انضم لنا من القنيطرة مراسل أخبار الآن محمد الحوراني. محمد، تفاصيل هذا الاتفاق في القنيطرة، مصير المدنيين بالداخل، مصير أيضا الرافضين لهذا الاتفاق بحسب المعلومات التي حصلت عليها من هناك. نعم، مساء الخير. كما ذكرت أن هناك اتفاق قد أبرم بين الجانب الروسي وفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة بعد فشل الاتفاق الأول الذي كان ينص على تهجير 5000 مقاتل من جبهة النصرة إلى شمال سوريا مقابل تسليم أسرى أبو الظهور لدى القاعدة في هيئة تحرير الشام. لكن الأمس بعد العمليات العسكرية التي قامت فيها القوات الروسية والقوات النظامية توصلت المعارضة والنظام والجانب الروسي إلى اتفاق كان أهم بنوده وقف اطلاق النار وخروج الرافضين للتسويه الى ادلب وتسويه اوضاع من يرغب منهم بالبقاء، عوده الجيش السوري متمثلا باللواء 90 واللواء 61 الى النقاط التي كان فيها قبل 2011، تسليم السلاح الثقيل المتوسط لدى المسلحين، تسليم نقطتي اليو ان في بلدتي ام باطنه ورواحينا، يتم الاتفاق على اليه تسليم تل الجابيه شمال غرب مدينه نوى للجيش السوري لضمان عدم تقدم تنظيم داعش اليه. كما نص الاتفاق على تسليم الفصائل المعارضة سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش السوري ووقف اطلاق النار الفوري دون اي صفقة اعتبارا من الساعة 7 مساء، يعني في هذه الاوقات خفيفة والى اجل مفتوح قابل للتمديد. في الجدير بالذكر ان هناك محافظة القنيطرة كانت في الايام الماضية قد تشهد عمليات نزوح من ريف درعا الغربي وريف درعا الشرقي، اليوم هم البعض منهم قد عاد الى قراه والبعض ينتظر الباصات التي خلال ساعات تصل الى المنطقه المعروف باسم المهدمه في ريف القنيطره لنقل 50 باص الى شمال سوريا كدفعه اولى، واجمالي الباصات التي تنقل الرافضين لهذه الشروط هي 150 نعم. باص باتجاه شمال سوريا. طيب الاتفاق يعني والتفاهم الذي قضى بخروج الرافضين لهذا الاتفاق من مقاتلين ومن مدنيين، هل يعني كيف سيجري اولا؟ إلى أين سيتجهون؟ وأيضا هل الأوضاع الإنسانية متوفرة بالنسبة لهؤلاء؟ يعني بما أنهم رفضوا الاتفاق فهل ستتم مراعاة ذلك؟ تعهد الجانب الروسي حسب المفاوضات التي جرت ما بين المعارضة وبين الجانب الروسي بوجود قوات من الشرطة العسكرية الروسية لمرافقة المغادرين إلى شمال سوريا عبر استراد السلام من جهة محافظة القنيطرة وصولا إلى العاصمة دمشق باتجاه شمال سوريا بمرورا بحمص. ايضا سيرافق الباصات الهلال الاحمر والصليب الاحمر السوري ضمن رعايه امميه حسب ما نص عليه الاتفاق ما بين الوفدين الروسي والمعارضه. الجدير بالذكر هنا ان هناك عدد كبير من الجرحى الذين سيغادرون اراضي القنيطره باتجاه الشمال السوري بعد ان قامت روسيا بفرض عمليات التسليم تحت وابل من النيران، تحت عمليات قصف كانت هي الاعنف على المحافظات الجنوبيه منذ شهر تقريبا، حيث كانت تخطف في القريه اكثر من 1500 غاره من قبل سلاح الجو الروسي لاخضاع المعارضه واخضاع المدنيين الى القبول بهذه الشروط، شروط الاستسلام ان صح التعبير، وتسليم سلاحهم وقراهم وترك ارضهم لكي تدخلها قوات نظاميه كانت الجبهه الجنوبيه هي معارضه لوجودها لثمان سنوات. هنا يجب التنويه ان لثمان سنوات لم تتمكن القوات النظاميه والميليشيات المواليه لها من احراز اي تقدم جنوب سوريا لولا مساعده روسيا عبر سياسه الارض المحروقه التي كانت تتبعها هنا في جنوب سوريا. حسب متابعتنا للعمليات العسكريه والمفاوضات السياسيه لها هي كانت مفاوضات استسلام تحت حمم طائرات روسيا. الجدير بالذكر ايضا ان هناك عدد كبير من الجرحى هم سيغادرون
هذه المناطق، هناك تجهيزات ربما تكون في الشمال لاستقبالهم من قبل المدني، من قبل الدفاع المدني والمستشفيات هناك، لكن تعهد الجانب الروسي بتأمين القافلة الأولى من قبل الهلال الأحمر والصليب الأحمر والشرطة العسكرية الروسية. شكرا لك إذا على هذه المداخلة محمد الحراني مراسل أخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من القنيطرة. تحدث مثقفون وصحفيون من الموصل عن القيود التي كان داعش يقمع بها الأدباء والشعراء الذين هرب أغلبهم من احتلاله للمدينة، مؤكدين بأخبار الآن أن الموصل تشهد اليوم فعاليات ثقافية وصالونات شعرية وموسيقية كان قد تمت كتابتها أو تم كبتها عفوا من قبل التنظيم الإرهابي عندما كان يحتل الموصل. اغلب الشعراء اما غير مكانه واما سافر خارج الموصل، اللي قدر يسافر قدر واللي ما قدر انحسر داخل الموصل، كلهم التجأوا الى تغيير اماكنهم لانهم اكيد اذا بظهروا على الساحه في ذاك الفتره كان ممكن يتعرضون للقتل من قبل داعش، لان داعش يعني عمل على قتل شكو انسان كان مساهم في نهضه المجتمع، كان يحاول ان يساهم في تطوير الفكر والوعي الثقافي للمجتمع الموصلي. اكيد اليوم الحمد لله احنا يعني في الموصل بعد التحرير هناك حريه، هناك فضاء واسع للشعر الشعبي والشعر الفصيح بشكل عام. هناك فضاء واسع، احنا اليوم نكتب ما نريده، نعبر عن وجهه نظرنا بقصائدنا بشكل مفتوح جدا. الصحفي او الاعلامي كان يلتزم المنزل خشيه من استهدافه او اعتقاله من قبل تنظيم داعش. ولكن بعد تحرير مدينة الموصل ورغم الصحفيين الذي شاركوا بتحرير هذه المدينة أسوة بالقطاعات الجيش العراقي، هناك من المعوقات الذي واجهها هو الإعلامي، يعني عندما تكون هناك حادثة لا نستطيع الوصول إليها إلا عند موافقات أمنية. الحياة قبل التحرير يعني فترة الاحتلال فترة داعش كانت شبه ميتة، حيث ما كان لا مثقفين لا رواد لا موسيقى لا كتاب لا مثقفين لا علم لا تعليم لا أي شيء. بعد التحرير صار انفتاح، يعني ما كان العالم يتصور أنه الإنسان الموصلي هكذا عنده اندفاع وهكذا عنده طموح نحو التعلم نحو الثقافة والتطور. المزيد من الشكوك والغموض يلف مستقبل المحادثات ما بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد صور التقطتها أقمار اصطناعية تكشف عن قيام السلطات في كوريا الشمالية بتطوير مواقع ومنشآت تستخدمها في البرنامج النووي، وذلك وفقا لتقرير أصدرته مجموعة مراقبة تعنى بالشأن الكوري. تنفس العالم الصعداء، كيف لا وقد كانت الأمور في طريقها نحو أفق مظلم مجهول النهاية والنتائج. في العام الماضي نشوب صراع عسكري بين بيونغ يانغ وواشنطن لم يكن إلا مسألة وقت فقط. في 12 من يونيو حزيران هذا العام كل شيء تغير وانقلبت التوقعات رأسا على عقب في سنغافورة بعد لقاء تاريخي ونادر بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة. لقاءات ومصافحات وابتسامات سيطرت على أجواء المحادثات التي وصفت آنذاك بالإيجابية، وانتهت إلى توقيع وثيقة مبدئية تهدف لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. أسئلة وتوقعات وتخمينات أعقبت هذا الحدث المختلف. هل ستطبق بيونغ يانغ نتائج قمة سنغافورة؟ هل هي جادة فعلا في نزع سلاحها النووي؟ متى سينتهي إزعاج كيم جونغ أون لجيرانه؟ تقرير جديد لشبكة MBC نيوز جسد حقيقة نوايا نظام كيم المراوغ حين قال إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد بأن كوريا الشمالية زادت إنتاج الوقود المستخدم لصنع أسلحة نووية في مناطق سرية في الأشهر الأخيرة، وأنها ربما تحاول إخفاء ذلك فيما تسعى إلى تنازلات خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة. التقرير أثار زوبعة من علامات الاستفهام حول استعداد بيونغ يانغ للتخلي عن أسلحتها النووية، أو في أشد الأحوال تفاؤلا ليست على عجلة من أمرها. ذلك دفع مسؤولين أمريكيين للكشف عن أدلة دامغة بأن الكوريين الشماليين يحاولون خداع الولايات المتحدة، أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي اتهم نظام كيم جونغ أون بتخصيب اليورانيوم بشكل سري أثناء زيارته الأخيرة إلى بيونغ يانغ. مجلة أمريكية هي الأخرى كشفت عن صور التقطت بالأقمار الصناعية لموقع سري لتخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية
لافتة إلى أن تدمير بيونغ يانغ موقعا نوويا في شرق البلاد بحضور الصحافة الأجنبية في أواخر مايو أيار الماضي ما هي إلا ذر للرماد في العيون. تواجه إيران أزمة اقتصادية حادة مباشرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي وإعلان حزمة جديدة من العقوبات دفعت الشركات الأجنبية والبنوك إلى التخلي عن التزاماتها تجاه طهران خشية تلك العقوبات. وفي انتظار 4 أغسطس تاريخ بدء تنفيذ العقوبات، فما هي ردود فعل طهران وهل ستبقي بدورها وستبقى ملتزمة ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة؟ التفاصيل في سياق هذا التقرير. في خطوة تصعيدية واستباقية لما قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة قبل موعد بدء العقوبات الأمريكية عليها، تعلن طهران مضاعفة ذخائر اليورانيوم لديها إلى نحو 950 طنا والبدء بإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية. رئيس منظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أعلن مؤخرا أن إيران بنت مصنعا لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا في تصعيد لمواجهة مع واشنطن بشأن نشاطها النووي. الإعلان المربك لحسابات العالم جاء بعد شهر من قول علي خامنئي إنه أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وسعى بقية الموقعين على الاتفاق لإنقاذه قائلين إنه أفضل سبيل لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية، غير أن واشنطن كان لها كلمة أخرى وقالت إيران إنها ستنتظر لترى ما يمكن أن تفعله القوى العالمية، لكنها أشارت في لهجة تهديد إلى استعدادها لاستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في إعلان منه عن حسن نوايا بلاده قال إن المصنع الجديد لا يمثل بحد ذاته انتهاكا لشروط الاتفاق. من ناحية أخرى قال الصالح إن إيران استوردت 550 طنا من اليورانيوم قبل الاتفاق النووي وحصلت على ما يقرب من 400 طن أخرى بعد الانتهاء من الاتفاق، ولم يحدد صالح من أين أتت الأطنان 400 الأخرى. تصريحات صالح بدورها جاءت غداة تأكيد وزير الخارجية محمد جواد ظريف استمرار المفاوضات بين فريق مساعديه ومسؤولين أوروبيين للوصول إلى تسوية لضمان المطالب الإيرانية قبل سريان العقوبات الأمريكية في 4 أغسطس آب المقبل. سيناريوهات محتملة عن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تشير إلى انخفاض محتمل لصادرات النفط الإيرانية بنسبة 2/3 بنهاية العام، مع رغبة ترامب في الحد من طموحات طهران، مما يضع أسواق النفط وفق المراقبين تحت ضغط هائل في ظل انقطاع الإمدادات في أماكن أخرى من العالم. سيناريو قد يكون الوجه الجديد للمرحلة المقبلة تكون فيه طهران في عنق الزجاجة، واقع قد لا يقبله نظام خامنئي. مستمرون معكم على استوديو الآن مشاهدينا، بعد قليل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تناول العشاء قبل 9 مساء يقلل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان بنسبة 20% مقارنة بمن يتناولونه بعد الساعة 10 أو يذهبون للنوم مباشرة بعد الأكل. هذا ما كشفته دراسة حديثة نتابع تفاصيلها في سياق هذا التقرير. غالبا ما يفضل كثيرون منا استغلال الأجواء المسائية للخروج أو تبادل الزيارات العائلية، وعادة ما تستمر هذه الزيارات لساعات متأخرة، ما يدفعنا لتناول العشاء في وقت متأخر أو قبل النوم مباشرة، وهو ما يؤثر سلبا على صحة الإنسان وفقا لدراسة إسبانية جديدة. الدراسة أكدت أن الذين يتناولون العشاء قبل 9 مساء يقل خطر إصابتهم بأنواع معينة من السرطان بنسبة 20% مقارنة بمن يتناولونه بعد الساعة 10 أو يذهبون للنوم مباشرة بعد الأكل. وتلقي هذه الدراسة الضوء على الإيقاع الداخلي للساعة البيولوجية وتأثيره على الوقاية من السرطان. عادة تأخير وجبة العشاء ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأورام الثدي والبروستات، وهي سمة تمت ملاحظتها لدى غالبية مرضى هذين النوعين من السرطان وفق ما أكدته الدراسة. الدراسة التي أجريت في برشلونة اعتمدت على استطلاع عن العادات الغذائية شارك فيه أكثر من 600 مريض بسرطان البروستات و12 ألف مريضة بسرطان الثدي،
وتمت مقارنة العادات الغذائية لهم بإجابات مجموعة ضابطة من الأشخاص الأصحاء من الجنسين. موضوع الدراسة يعد جديدا من نوعه، فلم يسبق تسليط الضوء على تأثير مواعيد تناول الطعام على احتمال الإصابة بالأورام السرطانية من قبل. حول الموضوع انضم لنا عبر سكايب من بيروت الدكتور فادي نصر، استشاري أورام سرطانية ورئيس الجمعية اللبنانية للتورم الخبيث وأيضا محاضر في الجامعة اليسوعية ببيروت، وهو طبيب الدم والأورام. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. تابعت معنا التقرير وربما اطلعت أيضا على هذه الدراسة التي تتحدث عن موضوع علاقة وجبة العشاء تحديدا والإصابة ببعض السرطانات، وحتى توقيت ربما تناول وجبة العشاء. يعني ما العلاقة؟ وهل لتناول الطعام والذهاب بعده مباشرة إلى النوم علاقة في الإصابة بالسرطانات؟ كيف ذلك؟ على مساء الخير، هالدراسة كتير مثل ما عم تقولي غريبة، لأن كتير صعبة نعمل مثل ما شفت سمعته على 12,000 شخص وعلى 6,000 شخص دراسة بتأكد. يعني أنت شوفي حالك إذا فيك تاكلي كل يوم بعد الساعة 9 أو قبل الساعة 9 العشاء، لأن نحن تنعمل سرطان بدنا سنوات تنعمل سرطان. نعم. مثل ما بتعرفي تناكل كل يوم بساعة دقيقة ونعمل دراسة عليها كتير كتير صعبة، بس هالدراسة مهمة لأن على صارت على رقم كبير من الأشخاص. هلا نحن اللي نعرفه بس ناكل متأخرين وننام دغري الأكثر بنعمل رفلو، يعني الأكل تبعنا في يرجع بمجرى الأكل، وهذا في سبب حرقة، وتاني شغلة في علي سرطانات نحن بنقول له المعدة. يعني نعم. أنا كنت متوقع من هالدراسة يكون في أكثر سرطانات بالمعدة بس ناكل متأخرين والنام هيدا أكثر بيعلي. تفاجأت أنه السرطانات هن الثدي والبروستات. ما برجع بقول هلأ لازم نسمع شو عم بينحكى ونعمل دراسة دقيقة أكثر، بس بستصعب أنا اللي بعلم بالجامعة الأكل والسرطان أنه نقدر نعمل دراسة على سنين نقدر نقول ناكل قبل الساعة 9 مساء أو بعد الساعة 9 أو ناكل قبل النوم وبعد النوم، بس أكيد لازم نسمع لهالموضوع ونرجع نتأكد من هالموضوع. طيب بس تأثير تأثير الساعة البيولوجية على الجسم على الإصابة بأمراض على الإصابة بالسرطان، يعني كيف؟ يعني أنه لسنوات وسنوات لا نعلم أسباب الإصابة بالسرطان، إلى حد الآن ليست معروفة بشكل دقيق. فيعني مع هذه الدراسات يعني يبدو للشخص انه يراود الانسان تفكير او شك او ربما عدم ربما يقين من الاسباب، لكن ماذا تقولون فيما يخص الساعه البيولوجيه؟ هلا نحن بنعرف كثير منيح بالساعه البيولوجيه، اذا اخذنا العلاج الكيميائي بالليل مفعوله احسن، ليه؟ لان هي الساعه البيولوجيه بتدخل فيها، لكن هيدي شيء بنعرفه بس ما عندنا دقه فيه. لكن هالساعة البيولوجية بجسمنا موجودة وبالدراسات معرف فيها، بس بعد ما بنعرف علاقتها جديا بالسرطان، لأن مثل ما بتعرفي السرطان في مشكلتين، هي مشكلة جينية ومشكلة بتيجي من الخارج. هالمشكلة من الخارج فيها عدة أسباب، مثل ما كلكم بتعرفوا الأكل سبب لنا، البيئة سبب لنا، وأكيد بلكي الساعة البيولوجية سبب لنا بعد مش واضح، بس في أشياء مثل ما هلا سمعنا بهالدراسة لازم دراسات أكثر تنوضحها أكثر تنفهم شو علاقة هالساعة البيولوجية بجسمنا بالسرطان. بس طيب لكن حضرتك قلت نعم قلت بأنه الأكل هو واضح من أنه سبب من أسباب إصابة بالسرطان، أي نوع من الأكل؟ وحتى ننصح ربما المشاهدين ومن يتابعون الأكل ربما الأفضل لتجنب الإصابة بهذا الورم الخبيث. صحيح، نحن النصائح اللي نعطيها بنسميها بالـ NCI Guidelines، بالجايدلاينز بنقول كله خمسة فواكه وخضرة بالنهار، يعني العكس صحيح، شو مش لازم ناكل بعد مش واضح، لازم ناكله واضح، هو لازم ناكل خمسة فواكه وخضرة بالنهار، لكن النصائح اللي بنعطيهم لمرضانا بس يقولوا لنا شو لازم ناكل، بنقول لهم كلوا أكل اللي بدكم إياه بشكل بدون ما تاكلوا أكل مفضلة عندكم، يعني يكون أكلكم متنوع، بس الأهم من هيك الواضح بالسرطان إنه ناكل خمسة فواكه وخضرة بالنهار. نعم. طيب دكتور فادي، بالنسبة للمواد المحافظة والمواد والأكل المعلب، يعني نسمع دائما دراسات تقول بأنه غير جيد مضر، هل هذا له علاقة أيضا بالإصابة بالسرطان؟ هذا شيء واضح، نعم الأكل الموضب له علاقة بالسرطان.
بس الصعب نعرفه أي نوع يعني نوع دواء محافظ يعني بتحطيه بالأكل للسرطان، وهي نعرفها إنه نحن في عدة أنواع مسرطنة بهالمواد الحافظة، وهذه الدول الكبيرة يعني الدولة تبعنا لازم تنتبه لهالمشكلة. نحن كفرد ما فيك تاخذ كل علبة وتشوفي شو مسرطن فيها. طيب لكن احنا كأفراد دكتور أريد أن أستفيد من وجودك معنا فقط لضيق الوقت، سؤال أخير. لكن نحن كأفراد مع نمط الحياة السريع، مع حياتنا التي أصبحت ربما متسرعة بشكل كبير ليست كالسابق، يعني نلجأ للوجبات السريعة، نلجأ للأكل المعلب، الأكل ربما لا نلقي ولا نعطي اهتمام كبير بموضوع الأكل. نصائح، نقاط محددة، بماذا تنصحنا؟ 5 فواكه وخضرة بالنهار، 3 ساعات رياضة بالأسبوع، ما يكون وزننا زائد، ما ناكل أكل محروق، ونعمل الوقاية اللي هي الوقاية. 1 ما ندخن، الدخان خطر كبير علينا. 2 شغلة نعمل ماموغرافي للنساء كل سنة، يعني فحص الثدي كل سنة مرة من 40 سنة وطلوع، للرجل يعمل PSA من 50 سنة وطلوع كل سنة مرة اللي هو فحص البروستات اللي هو فحص دم، وللمرأة والرجل تعمل نظور الكولونوسكوبي لاثنين من 50 وطلوع. نعم دكتور، 10 سنوات مرة. هون نصايح ننصحهم نحن. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا وكل هذه النصائح. الدكتور فادي ناصر، استشاري أورام سرطانية ورئيس الجمعية اللبنانية للتورم الخبيث، كنت معنا عبر السكايب من بيروت، شكرا لك. كشفت شركة أستون مارتن البريطانية المصنعة للسيارة الفخمة عن خطط لتصنيع طائرة خاصة أطلقت عليها اسم سيارة رياضية في السماء، وأعربت الشركة خلال معرض أقيم جنوب شرقي إنجلترا عن أملها في أن تخرج نسخة السيارة الطائرة في غضون 2 سنوات. للمزيد دائما مشاهدينا تابعونا على موقعنا الإلكتروني وتواصلوا معنا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا مباشر على موقع تلفزيون آن على الإنترنت. أطيب تحيات لكم مني ومن فريق العمل، وابقوا دائما مع شاشة تلفزيون آن.